أنا لا أعترف بأنه قد تم ارتكاب خطأ فادح بحق الهنود الحمر في أمريكا أو بحق السود في أستراليا. لا أعترف بأنه قد تم ارتكاب خطأ بحق هؤلاء الأشخاص بادعاء أن العرق الأقوى والأعلى منزلة والأكثر حكمة على مستوى العالم قد حل مكانهم. لا أعتقد أن للهنود الحمر الحق في ادعاء ملكيتهم للقارة الأمريكية. في صيف عام 1914 كانت الحرب العالمية الأولى تلقي بظلالها على العالم وعلى منطقة الشرق الأوسط التي كانت حينها تابعة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية. خلال تلك الفترة حاول الحلفاء بقيادة بريطانيا وفرنسا كسب ود العرب بهدف مشاركتهم في القتال ضد الأتراك. كان وينستون تشرشل حينها وزيراً للبحرية البريطانية، وكانت خطته هي توجيه ضربة حاسمة للأتراك لدفعهم للخروج من الحرب وإضعاف قوة ألمانيا. إذا ما حاولنا استرضاء تركيا فإننا نحكم على سياستنا في البلقان بالفشل، وأرى أن نبادر في الهجوم على تركيا وذلك بعد الاتفاق مع دول البلقان وخاصة بلغاريا. لا يتوجب علينا عندها أخذ مصلحة تركيا ووحدة أراضيها بعين الاعتبار. كانت خطة تشرشل حينها هي الإبحار عبر مضيق الدردنيل بهدف السيطرة عليه، وبالفعل هبطت قوات التحالف على جاليبولي في نيسان من عام 1915. لكن الجيش العثماني استطاع صد هجوم قوات التحالف وألحق بهم خسائر فادحة، مما دفع القادة العسكريين إلى إيقاف الحملة، وهو ما رفضه تشرشل وأصر أن تستمر الحملة، وكان يرى أن نفاد الذخيرة لدى الجيش العثماني يعني أن الطريق أصبحت سالكة نحو القسطنطينية. إلا أن القرار العسكري كان إيقاف الحملة، وأجبر تشرشل حينها على الاستقالة من منصبه، وظل يقول إن خسارة هذه الحرب ظلت تسبب له العذاب طيلة حياته. شكل ذلك ضربة موجعة لتشرشل. قبل هذه اللحظة كان لديه ذلك المنصب الرفيع المذهل، وكانت هذه أول انتكاسة حقيقية أدت إلى عزله كرئيس لهيئة أركان البحرية البريطانية من قبل رئيس الوزراء في حينه أسكويث، وفي نهاية المطاف أدت إلى تركيه الحكومة البريطانية والذهاب أولا للخدمة في الخنادق على الجبهة الغربية ما يقارب 6 أشهر، وبدا في هذه الحركة كما لو أن حياته السياسية قد انتهت. ورغم انتصار بريطانيا في هذه الحرب وامتداد نفوذها إلى مناطق جديدة، فقد كانت تكلفة هذه الحرب باهظة، حيث كبدت البريطانيين آلاف الضحايا وأضعفت مواردهم المالية، بالإضافة إلى نمو المشاعر القومية في المستعمرات الجديدة والقديمة. وكان من ضمن هذه المستعمرات الجديدة فلسطين وشرق الأردن والعراق. وللخروج من هذه الأزمة قامت الحكومة البريطانية في عام 1921 بتعيين وينستون تشرشل وزيراً للمستعمرات، ليكون مسؤولاً عن تخفيض تكلفة احتلال الشرق الأوسط، ولأسباب أخرى كانت أكثر خصوصية تتعلق بمعرفة تشرشل الواسعة بعادات وطباع سكان تلك المنطقة، وذلك من خلال مشاركته كمراسل حربي في الحملة العسكرية الأنجلو-مصرية ضد ثورة المهدية في السودان عام 1898،
والذي كتب عنها تشرشل كتاباً بمجلدين كبيرين باسم حرب النهر، نقل فيها أولى انطباعاته ومشاهداته حول العرب والمسلمين في ذلك الوقت. كان تشرشل مراسل حرب لصحيفة ديلي بايونير، وأرسل في تقاريره الصحفية عدة مواضيع مثيرة للاهتمام حول تجاربه في هذه الرحلة الاستكشافية، لكن تقاريره الصحفية لم تكن تشبه تقارير مراسلي الحرب الآخرين إلى حد كبير، فهي لم تكن متصفة بنوع من الاستشراق والعنصرية التي كنت تتوقعها. أعتقد أنه من المهم كذلك أن نذكر في كتاب حرب النهر أن هناك نوعا من الاقتباس سيء السمعة يخرج منها حول آراء تشرشل عن المسلمين، وهو ذلك الذي يتحدث عن مدى فظاعة الإسلام من مؤيدي نهج تشرشل عند انتشاره في البداية، وغالبا ما يتم إخراج هذا الاقتباس من سياقه ليتم تسييسه خلال غزو بوش للعراق بداية الألفية الثانية. لكن إذا نظرت إلى هذا الاقتباس في سياقه، من الواضح أن تشرشل لا يتحدث عن جميع المسلمين، لأنه سبق وأن قاتل وخدم مع المسلمين في الهند. إنه يتحدث عن مجموعة محددة من المسلمين، إنه يتحدث عن الدراويش. كان على تشرشل مهمة إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط بما يناسب الوضع السياسي الجديد للمنطقة، وخصوصاً في ظل توتر الأوضاع في العراق بعد اندلاع انتفاضة شعبية في عام 1920 تطالب برحيل الاستعمار البريطاني. طالب تشرشل حينها في رسالة أرسلها إلى قائد سلاح الجو البريطاني السير هيو ترينشاد، يوصيه باستخدام الغاز السام لقمع تلك الاحتجاجات، وذلك قبل تسلمه وزارة المستعمرات. أعتقد أنه يتوجب عليك مواصلة التجارب الخاصة بقنابل الغاز، وخاصة غاز الخردل الذي يمكننا من خلاله معاقبة المتمردين من السكان الأصليين دون إيقاع إصابات بالغة بهم. وبعد تولي تشرشل منصبه كوزير للمستعمرات لم يخفي قلقه من تسلم هذا الملف، حيث كتب في رسالة أرسلها إلى رئيس الوزراء البريطاني قائلا فيها: أشعر بالضيق إزاء العواقب السياسية التي ستلحق بي، لأنني أخذت على عاتقي عبء التورط في بلاد الرافدين. لم يكن يريد وظيفة وزير المستعمرات، لأنه كان يعلم أنها كانت إحدى تلك الوظائف التي لا يمكنك فيها إرضاء الجميع. دائما ما سيكون هناك شخص يشكو من شيء ما، كما أنه لم تعجبه الأجواء، تلك الأجواء المشحونة. لقد كان رجلا منطقيا، فما كان يريده حقا هو أن يكون وزير الخزانة، لكن كانت هذه هي الوظيفة التي منحه إياها لويد جورج، وقد قام بها بطريقة احترافية للغاية. كان على تشرشل أن يتعامل مع هذا العبء بالكثير من الحذر والقوة، فأمامه مهمة صعبة تبدأ بمحاولة تلبية تطلعات الشريف الحسين بن علي بإقامة دولة عربية في منطقة الحجاز وبلاد الشام، ومن جهة أخرى ضمان حصول اليهود على دولتهم القومية في فلسطين وفق وعد بلفور. ومن أجل ذلك أنشأ تشرشل دائرة تختص بشؤون الشرق الأوسط، واستدعى الضابط البريطاني إدوارد لورانس، والذي كان له ارتباطات قوية بسلالة الشريف الحسين بن علي المتمركزة في الحجاز، ليكون مستشاراً رئيساً له في الوزارة. طلب تشرشل من لورانس أن يقوم بما يلزم من استعدادات لعقد اجتماع خبراء والتركيز فيه على قضية الانتداب البريطاني على العراق والأردن وفلسطين. نتيجة ذلك تم عقد اجتماعات تحضيرية في لندن شارك فيها الأمير فيصل بن الحسين. اختار تشرشل التوجه إلى القاهرة في آذار عام 1921 رفقة وفد كبير مؤلف من 40 موظفاً إدارياً وسياسياً وعسكرياً من البريطانيين الذين كانوا يشغلون مناصب هامة في مختلف أرجاء الوطن العربي، من بينهم هربرت سموئيل
المندوب السامي البريطاني في فلسطين، والمشير أدموند أليمبي الذي احتل فلسطين في أثناء الحرب العالمية الأولى، فضلاً عن السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق. في نهاية الحرب العالمية الأولى اضطر تشرشل نوعاً ما لتسوية ثلاث مناطق. تم تقديم ثلاثة وعود خلال الحرب العالمية الأولى. أولاً الوعود التي نعرفها الآن والتي جاءت في مراسلات الحسين مكماهون عن مناطق السيطرة التي وعد بها العرب إثر دعمهم للبريطانيين ضد الإمبراطورية العثمانية. وجهة النظر تقول بأن ما كان يحاول تشرشل تحقيقه بهذا هو ما يدعوه المؤرخون أمثال تيموثي باريس بالحلول الشريفية، وهذا هو المغزى. إذا كان لديك الملك حسين في مكة بحيث يسيطر على مكة وأجزاء مما يعرف الآن بالمملكة العربية السعودية، وكان لديك فيصل في العراق وعبد الله في الأردن، فإن الثلاثة جميعا سيعملون جنبا إلى جنب لمحاولة المساعدة في تحقيق غايات بريطانيا، وستدور جميعها حول المصالح البريطانية وتتصرف فيما يشبه الدول التابعة، وهذا ما لم ينجح بالطبع، وكان له سوء فهم جذري، أحدها أنه قلل بالفعل من مدى إعجاب الهاشميين ببعضهم البعض، فلم يتوافق عبد الله وفيصل ووالدهما بشكل جيد. لم يخفي تشرشل قلقه من ذهابه إلى القاهرة في تلك الأثناء، وخصوصا بعد رفضه المطالب التحرورية للمصريين حينذاك، حيث كتب في رسالة إلى زوجته في 21 فبراير: إن الشعب المصري منزعج بسبب مجيئي إلى مصر، ويبدو أنهم يعتقدون أن لمجيئي علاقة بهم، وهذا في الواقع اعتقاد خاطئ. لم أحضر في مهمة رسمية إلى مصر، وليس لدي صلاحية لمعالجة أي مسألة مصرية. يجب أن أوضح ذلك بشكل جلي، وإلا فإنهم سيزعجوننا بالمظاهرات والوفود. ورغم ذلك أقيم المؤتمر في فندق سميراميس على ضفاف النيل، وناقش الحاضرون عدة قضايا بدءاً بموضوع العراق وموضوع فلسطين وشرقي الأردن، هذا إلى جانب مسائل عسكرية ومالية أخرى. ما تحاول الحكومة البريطانية القيام به في الشرق الأوسط في هذه المرحلة هو الحفاظ على مصالحها ومحاولة الحفاظ على موقعها وتأثيرها، وذلك من خلال العمل مع الآخرين. إذن ما حاول تشرشل فعله في مؤتمر القاهرة هو تأسيس مكانة وموقع لليهود في فلسطين واحترام وعد بلفور، وأن يكون هناك جالية يهودية يستطيع البريطانيون العمل معها، لكنه أيضاً ينشئ دولاً جديدة، دولة العراق ودولة شرق الأردن الجديدتين، ويثبت أنظمة في هذه الدول بحيث سيتمكن البريطانيون من العمل معها. في تلك الأثناء كان الأمير عبد الله بن الشريف حسين قد استكمل سيطرته على شرق الأردن، مما دفع الحاضرين في المؤتمر إلى الاعتراف بعبد الله بن الحسين أميراً لشرق الأردن، بعد أن أرسل إلى تشرشل رسالة شرح له فيها الأسباب التي دفعته إلى المجيء إلى عمان، وأكد أنه لا يحمل أي نية عدوانية، وطلب منه مقابلته في فلسطين أو في أي مكان آخر يعبر له عن إيمانه بالصداقة المتبادلة. كان المبدأ العام وراء الحدود الجديدة في الشرق الأوسط هو الاحتفاظ بفلسطين لليهود، ولبنان للمسيحيين، والعراق لجميع القبائل العربية الإسلامية الأخرى. وعندما سئل تي إي لورانس عن نصيحته عن من ينبغي أن يقوم البريطانيون بدعمه في الشرق الأوسط، كان قد ذهب لزيارة أبناء الشريف حسين، حيث كان يبحث في عقله عن شخصية بطولية لديها القدرة على القيادة. For a heroic figure
who had leadership qualities. What's really remarkable is Churchill really liked. ما هو رائع بالفعل هو أن تشرشل أحب حقا عبد الله وكان على وفاق. وبالطبع فإن لورنس لم يفكر كثيرا في عبد الله. وقد أخبر تشرشل أنه يعتقد أن عبد الله لم يكن ذلك القائد الحقيقي وأن شقيقه فيصل كان القائد الحقيقي. لكن تشرشل فضل عبد الله لأنه ساعد تشرشل في وقت لاحق من الحرب العالمية الثانية. وظهرت هناك على ما أعتقد صداقة حقيقية بين عبد الله وتشرشل، ليس بالطريقة التي حدثت بين تي إي لورنس وفيصل. بعد إنهاء مؤتمر القاهرة، وبينما كان المشاركون في المؤتمر يستعدون لالتقاط صورة تذكارية، مازحهم تشرشل قائلاً: أنا أسد بين 40 حرامي. قال تشرشل إنه جمع لصوصه الأربعين، حيث كان يشير بالطبع إلى الرواية الشهيرة ألف ليلة وليلة. لذا فقد حشد لمؤتمر القاهرة بشكل أساسي لإنشاء نظام في الشرق الأوسط، كما أنهم قرروا، وهذا يرجع إلى ما كنت أقوله سابقا، من أنهم سيستخدمون ما نسميه الآن الشرطة الجوية الاستعمارية للسيطرة على المنطقة. قرروا استخدام الطائرات لقطع المسافات وإبقاء الجميع ملتزمين. هذه بالطبع واحدة من أكبر مآسي مؤتمر القاهرة، لأن ما تمخض عنه هو نوع من الإرث الاستعماري الوحشي لاستخدام القوة الجوية للسيطرة، وهي طريقة رهيبة لمحاولة إدارة أي شيء. يكمل تشرشل رحلته في الشرق الأوسط من القاهرة إلى القدس مروراً بغزة، ليقابل قطار تشرشل هناك بمظاهرة كبيرة ضد الانتداب البريطاني على فلسطين. ظن تشرشل وهربرت سموئيل حينها أن المتظاهرين الذين اصطفوا محتجين إنما كانوا يلوحون لهما مرحبين، بينما كان هؤلاء يرددون هتافات ضد تزايد هجرة اليهود إلى فلسطين. في القدس يقابل الأمير عبد الله بن الحسين تشرشل بحضور إدوارد لورانس وهربرت سموئيل، ليقترح تشرشل على الأمير إنشاء إمارة شرق الأردن على أن يقر الأمير بالسيطرة البريطانية على إدارته، ثم أضاف: يتوجب على الأمير فيصل بن الحسين أن يغادر سوريا ويترشح لعرش العراق، لأن فرنسا لن تتعاون معه أبداً. لذلك يتوجب عليك أيها الأمير عبد الله التأثير على والدك لقبول ترشيح فيصل وتشجيع الشعب العراقي على قبوله ضمن اتفاق كامل مع بريطانيا العظمى، وأن تواصل سياسة استرضاء الفرنسيين. طلب الأمير عبد الله منحه السيطرة على كامل منطقة فلسطين الانتدابية، والسماح له بالاتحاد مع العراق التي وعد بها شقيقه فيصل. رفض تشرشل كلا المطلبين، واتفقا على أن يقوم الأمير بإدارة المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن لفترة تجريبية مدتها 6 أشهر، سيحصل خلالها على دعم بريطاني قدره 5000 جنيه استرليني شهرياً. في اليوم التالي توجه تشرشل لوضع حجر الأساس للجامعة العبرية على جبل المشارف بالقدس، وتحدث أمام 10,000 مهاجر يهودي ليؤكد بشكل قاطع دعم بريطانيا للوطن القومي اليهودي وتأسيس دولة يهودية في المستقبل. من الواضح تماماً أنه يتوجب أن يكون لليهود الذين ينتشرون في جميع أنحاء العالم حيث يمكن لم شملهم، ويمكن أن يكون ذلك في أرض فلسطين التي ارتبطوا بها ارتباطاً وثيقاً وعميقاً لأكثر من 3,000 سنة. نعتقد أن هذا سيكون مفيداً للعالم ولليهود، وخيراً للإمبراطورية البريطانية، وكذلك نعتقد بأن هذا سيكون جيداً بالنسبة للعرب الذين يسكنون فلسطين. خطاب تشرشل أثار غضب العرب، فطافت مظاهرات عربية بالمدن الفلسطينية منددة بتصريحاته،
وكانت تنادي بسقوط بلفور ورفض الصهيونية، الأمر الذي مهد الطريق لاشتعال ثورة يافا في أيار 1921. وعلى إثر هذه الانتفاضة أرسل المؤتمر العربي الفلسطيني وفداً إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحسيني، وبقي هناك قرابة 9 أشهر. وفي أول لقاء لهم مع تشرشل طالبوه بإلغاء وعد بلفور، لكن تشرشل لم ينصت إليهم، فقرر الوفد الذهاب إلى جنيف لحضور اجتماع عصبة الأمم في محاولة منهم لطرح المشكلة أمام جميع دول العالم، لكن الوفد لم يستفد شيئاً من إقامته في جنيف، فقرر العودة إلى لندن. أعتقد أن تشرشل كان من مؤيدي وعد بلفور، كما أعتقد أنه يؤمن أنه من الصواب أن يكون للشعب اليهودي وطن في فلسطين، لكن هذا لا يعني بالطبع أنه كان مناصراً لدولة يهودية. وإذا نظرت إلى ما يقوله تشرشل باستمرار من وقت وعد بلفور حتى الحرب العالمية الثانية، لوجدت أن ما يبحث عنه هو، على ما أعتقد، ما نسميه اليوم حل الدولتين، ويعتقد أنه يجب أن يكون من الممكن التعامل مع الهجرة اليهودية بطريقة تمكنهم من العيش إلى جانب الشعب الفلسطيني. كانت العراق في ذلك الوقت تتحضر لإعلان الأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها بعد إجراء استفتاء في عموم البلاد. كان تشرشل حريصاً على تذليل كل عقدة تعترض الاتفاق الذي تم بينه وبين الأمير فيصل، فأرسل برقية للمندوب السامي في العراق حينها يوصيه بتتويج الأمير فيصل بأقرب وقت ممكن. يتوجب على فيصل عند اعتلائه عرش العراق أن يعلن أن قبوله ملكاً على العراق مناط باستمرار مساعدتنا له وحدنا، وحكومة جلالة الملك مستعدة لمؤازرته، ولكن ليس في إمكانها أن تصرح الآن عن أي اتفاقات بينها وبينه. هكذا استطاع تشرشل في أول 6 أشهر من توليه منصب وزارة المستعمرات أن يغلق ملفي العراق وشرق الأردن، وبقي أمامه حل مسألة فلسطين بما يناسب تطلعات الدولة البريطانية بإقامة دولة يهودية هناك ودون الكثير من المواجهة مع العرب. يفضل تشرشل بشدة الجانب اليهودي على الجانب الفلسطيني، وهو يعتقد أن الإتيان بالمستوطنين اليهود إلى فلسطين سيكون قوة لتحقيق تقدم مادي ونهضة في البلاد، كما أنه ذلك الشخص المتعاطف مع قضية اليهود بسبب طباعه وخلفيته ومن خلال صداقات عائلته. لذلك أعتقد أن بإمكانك أن ترى كيف أنه أثناء معالجته للمناقشات في القدس عام 1921 كان أكثر تعاطفاً تجاه الجانب اليهودي من الجانب الفلسطيني، وهو الأمر الذي بدا جلياً للشعب الفلسطيني. في شباط من عام 1922 وأثناء وجود الوفد الفلسطيني في لندن، قدم تشرشل لهم مسودة دستور فلسطين لدراسته وإعطاء الرأي فيه، وكانت هذه المسودة تنص على إيجاد مجلس تشريعي مؤلف من 26 عضواً يترأسهم المندوب السامي حينذاك هيبرت سموئيل. رفض الوفد الاقتراح، واشتد الجدال بين الوفد العربي الفلسطيني ووزير المستعمرات، وتعددت الرسائل الجافة والقاسية بينهما. وقد كان جواب وزير المستعمرات على إحدى رسائل الوفد حاسماً بأنه لا يستطيع أن يبحث دستور فلسطين إلا على أساس وعد بلفور، ليصدر تشرشل بعدها جواباً رسمياً على طلبات الوفد الفلسطيني،
والذي أطلق عليه حين ذاك كتاب تشرشل الأبيض، والذي ثبت فيه سياسة وعد بلفور، وأكد أن وجود اليهود في فلسطين حق لا بد منه. لكنه قال إن ذلك لا يعني تهويد فلسطين كلها، وإن من حق العرب أن يطمئنوا إلى أن ذلك الاستيطان لن يؤثر على وجودهم. لكن تلك الوثيقة جوبهت بالرفض من العرب واليهود على حد سواء. ما أراده الصهاينة، وهو وطن قومي لليهود الذين لديهم الحق في الهجرة بصورة أكبر. كان العرب ضد الكتاب الأبيض، كانوا يخشون أن يفاقوا عددا. في الواقع فاق عددهم عدد السكان اليهودي إلى حد كبير، لكنهم لم يرغبوا في عكس الأرقام. في نفس العام عبر تشرشل عن رأيه بالعرب في فلسطين بوضوح أمام مجلس العموم البريطاني بقوله: لو ترك الأمر لعرب فلسطين لما أقدموا ولو لألف سنة على اتخاذ خطوات فعلية لتوفير مياه الري والكهرباء في فلسطين، ولكتفوا وهم حفنة من الناس المتفلسفين بالإقامة في السهول المقفرة التي تحرقها أشعة الشمس، تاركين مياه نهر الأردن تتدفق دون احتجازها لتصب في البحر الميت. وجهة نظر تشرشل عن فلسطين أنها ستبقى مستعمرة بريطانية ذات ولاية، وأن بريطانيا ستسيطر عليها. السؤال الذي يطرح نفسه هو أحد أسباب استياء الوفد الفلسطيني الشديد من تشرشل. كان ذلك لأن تشرشل في الكتاب الأبيض أبقى الصياغة مفتوحة للغاية حول الهجرة لفلسطين، والعبارة التي استخدموها كانت أن فلسطين تستطيع أن تستوعب الهجرة اليهودية، أو قد تكون هناك هجرة يهودية إلى فلسطين حتى قدرتها الاقتصادية على الاستيعاب. لم يتم تحديد هذه العبارة أبداً، لذلك لم يكن لدى أي شخص أي فكرة عن ماهية الأرقام. لقد كانت مجرد فكرة أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على أخذ أكبر عدد ممكن من المهاجرين اليهود. لم يكمل تشرشل مسيرته في وزارة المستعمرات، لكنه استطاع بعد عام واحد أن يحقق الكثير مما كان يصبو إليه، ليعود في فترة الحرب العالمية الثانية كرئيس للوزراء للمملكة المتحدة. في تلك الفترة من عام 1941، كانت العراق تشهد اضطرابات واسعة بهدف إسقاط النظام الملكي الموالي لبريطانيا. سميت بثورة الرشيد نسبة إلى رشيد علي الكيلاني، والذي وصفه تشرشل بأنه لم يكن يعوزه شيء من القابلية والمقدرة، فقد كان على درجة من الدهاء والفعالية، كما كان طموحاً بصورة غير اعتيادية. لكن تشرشل كان يعتبر أن هذه الثورة كانت مدعومة من الألمان، ويجب عليه إخمادها بكل الوسائل الممكنة. فوجه لهم ضربات جوية على مراكز تجمعهم، استطاع فيها إضعاف قوتهم والقضاء على ثورة الرشيد حينذاك. مع بداية انتهاء الحرب العالمية الثانية واقتراب حسم الحلفاء بقيادة بريطانيا لهذه الحرب، توجه تشرشل إلى مصر للاجتماع بملك السعودية عبد العزيز آل سعود، في محاولة منه للحصول على امتيازات للنفط السعودي أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية. يصف السفير البريطاني في القاهرة اللورد كيلرن في مذكراته هذا اللقاء بتفاصيل مدهشة، وكيف أن رجال البروتوكول السعودي أبلغوا اللورد كيلرن أن الملك السعودي لن يسمح بالتدخين أو شرب الكحول في حضرته، وأن هذه تعاليم دين الملك عبد العزيز. وأبلغ كيلرن تشرشل بدوره، فرد تشرشل: إذا كانت هذه تعاليم دين الملك، فإن تعاليم دين تشرشل تصر على شعائر الشراب والتدخين.
أعتقد أن لقاء تشرشل مع الملك السعودي مثير للاهتمام حقا، لأنه يدرك أن الملك يلتقي أيضا في هذه المرحلة مع رئيس روزفلت، وأعتقد أن جزءا من هذا الأمر يتعلق بمحاولة الحفاظ على العلاقة البريطانية مستقلة عن المصلحة الأمريكية الناشئة. ما أراد تشرشل وروزفلت التأكد منه هو أن السعوديين لم يزودوا ألمانيا النازية بهذا النفط، على الرغم من أن الحرب بدت وانتهت بانتصار الحلفاء. بقيت الحقيقة أن الأسلحة الألمانية عندما هاجموا روسيا كانت تذهب إلى حقول النفط في باكو، فقد كانوا بأمس الحاجة إلى النفط لمواصلة الحرب. عاد تشرشل إلى القاهرة من الفيوم واجتمع مع الملك فاروق، وقال له إنه لا يوجد بلد في العالم يحس به المرء بالثراء الفاحش والفقر المدقع في نفس الوقت كما في مصر، وتساءل لما لا تأخذ من البشوات الأثرياء بعضاً من ثرواتهم الكبيرة وتنفقها على الفلاحين. فأجاب الملك فاروق أنه يتمنى ذلك، ولكن هذا من اختصاص الحكومة. تشرشل إمبريالي طوال حياته، فهو ذلك الشخص الذي يؤمن بالإمبراطورية البريطانية ويؤمن بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط كنقطة مركزية ومفتاح لتلك الإمبراطورية، لأنها تضمن له الارتباط عبر قناة السويس إلى الهند. لذا فإن الشرق الأوسط بالنسبة لتشرشل يمثل دوماً منطقة مهمة للغاية، وأعتقد أنه كان مصمماً دائماً على الحفاظ على النفوذ والوجود البريطاني هناك. كان لوينستون تشرشل دور حاسم في رسم خارطة الشرق الأوسط وصياغة المصير السياسي لشعوب المنطقة، وذلك من خلال قناعته أن في السياسة الناجحة يجب عليك دائماً تقسيم القوى المحلية بما يناسب طموحاتك، بحيث إن كان لديك بعض الخصوم يجب أن يكون لك في نفس الوقت بعض الأصدقاء. ولطالما كان هذا ما فعلته الإمبراطورية البريطانية طوال تاريخها الاستعماري، فعندما كانت تركيا عدوة بريطانيا كانت روسيا صديقتها.